في شمال سوريا كان هذا موسما للفلاحة، يعلق الفلاحون آمالهم عليه بجنن يكفيهم وعائلتهم سنة مقبلة، لكن الحملات العسكرية للنظام السوري وحلفائه على الشمال أجبرتهم على إهمال مساحات شاسعة من الأراضي. واليوم وعند أول فرصة عاد أبو أحمد إلى بستانه في جبل الأربعين عازما على إعادة إحياء الأرض التي ورثها عن أجداده. صار لنا شروش وجذور بهالأرض مثل ما النبات له جذور، فالنبات ما ممكن يعيش بدون جذور، ونحن من الآخر ما فينا نعيش برا أرضنا. كثير من الفلاحين لم يجرؤ على العودة إلى قراهم في ظل التوتر الدائم شمال سوريا، ومضى الربيع وحل الصيف وحان موسم القطاف. قلة منهم كانت محظوظة إذ تمكنوا من الوصول إلى بساتينهم بعد أن سيطر النظام السوري على مساحات واسعة من تلك المناطق ومنع المزارعين من العودة إليها. الحاج مصطفى الدريعي كان ممن استطاعوا الوصول إلى أرزاقهم، ومن أرضه الواسعة حدثنا عن عمق علاقته بالمكان. لو قعدت بالجنة بلاقي هون أفضل، لأن احنا فعلا عايشين في جنة، كنا عايشين في جنة، يعني ما في شيء ناقصنا إلا ظلم النظام. يحكي الفلاحون عن الأرض هنا وكأنهم شعراء لم تدون قصائدهم، بحرقة يتذكرون أشجارا رعوها كما الأبناء لتذهب بها الحرب من الحياة ولكن ليس من قلوبهم. يقال إن العواصف تجعل جذور الأشجار تمتد عميقا في الأرض. عن البشر وآلامهم في الحروب تدور الحكايات وتنسى هذه الكائنات الحية إذ لا لسان لها يروي مآسيها. آلاف الأشجار صمدت وآلاف أخرى جفت عروقها في شمال سوريا الخصب لتبقى ملكة العطاء في الأرض في ذيل قائمة خسارات حرب لم تضع أوزارها بعد. إبراهيم تريسي، العربي، جبل الأربعين،